طيب يا دكتور، ما انا عملت حجامه قبل كده وما جابتش نتيجه، انت هتعمل لي حجامه تاني؟ طب خلينا نسمع المداخله الغريبه ديت، ولاحظ الكلام بقى اللي انا قلته لحضرتك ده. ممكن تكون عملت حجامه مره واثنين وثلاثه وتيجي عندي واقول لك هنعمل حجامه، تقول لي لا ده انا عملت حجامه قبل كده. ولو انا مكانك هقول كده، ولكن لما اعمل العقل واعرف ان الراجل ده طبيب متخصص هيختلف الوضع. وممكن تعمل حجامه وبعد المره الاولى والثانيه مفيش نتيجه فتقول مش هكمل، برضو العقل ممكن يقول كده، ولكن العقل ايضا يحكم بيني وبينك ان انا اكمل للمره الاخيره اللي الدكتور قال لك عليها. خلينا نسمع المداخله دي تحمل هذه النقاط اللي انا تحدثت عنها، ونشوف الالم المزمن الكرونيك بين اتعالج ازاي بالطب البديل، رغم ان هذه الحاله خاضت من قبل طب عشوائي وليس بديل. خلينا نشاهدها مع بعض ونرجع تاني نحللها من الناحية الطبية. أم البنات، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا دكتور. الأمل والسعادة والتفاؤل. ربنا يعزك وعلي قدرك يا رب. ده إيه الوصف الجميل ده؟ بارك الله في عمرك يا رب. أسأل الله العظيم إن أنا أكون كذلك وأكون عند حسن الظن يا رب. ربنا يحفظك. اللهم آمين يا رب. تفضلي يا فندم. أنا كنت جيت لحضرتك من 4 شهور كده يا دكتور. تمام. بعد يعني مرحلة طويلة خالص مع الأطباء، يعني من 2009 إلى ما جيت لحضرتك. كنا بنشتكي من إيه أم البنات؟ كان آلام في المفاصل وصداع دايما، يعني رحت لكل الأطباء، حتى دكتور القلب وأنف وأذن. آه. كل الأطباء رحت لهم. تمام. وفي الآخر دكتور المخ والأعصاب قال لي دي خشونة في المفاصل. تمام. وخدت العلاج وتعب لي المعدة خالص، وبعد كده قعدت. فقلت آخر مرحلة يعني هو الطب البديل. تمام. فالصراحة أنا بثق في قناة الرحمة جدا، ومش كنت عارفة الصراحة أروح لأي دكتور في اللي بيجي فيه على قناة الرحمة. فاستخرت ربنا، فربنا سخر في الرؤية الدكتور وسامة. الحمد لله رب العالمين، ربنا يجعلنا مفتاحا لكل خير لكم يا رب. الحمد لله. اللهم امين اللهم امين. عملنا ايه بقى يا مدام؟ عملنا ايه مع بعض؟ جيت انا لحضرتك قلت لي هنعمل 3 جلسات حجامه. اه. قلت لك انا عملتها، كنت عاملها اكثر من 5 مرات. كويس. اه. فقلت لي انت متخصص، وقلت لك لا. قلت لك يبقى ما عملتهاش. اه. اه. فابتدينا الحمد لله بأول جلسة، فالحمد لله النتيجة كانت طيبة خالص. هي مش كان في الأول حسيت براحة، بعدها في الأسبوع الثاني. جميل. مع العلاج وكده. تمام. كملت الحمد لله دلوقتي، عملت 3 جلسات، فالحمد لله يعني كان هي السيربل كانت في الجلسة الثالثة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله من 2009 ابتدينا بقى ننتهي من الإيه؟ من الآلام والمشاكل دي. اه الحمد لله. والله كانت الالام ما كانت بتفارقني لا ليل ولا نهار. الحمد يعني لله. كنت بنام عشان اهرب من الالم. سبحان الله. اه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب يا ستي، مش عارفه الى الان انا بقول يعني السر في الحجامه، او في السر في الاعشاب، او في الدكتور اسامه. لا في الحجامه، لا 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 لا, لا, لا هي في الحجامه وسنه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ولكن على يد طبيب متخصص. يعني احنا بنقول كما اوصانا الله سبحانه وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وكما اوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم الطبيب يعلمه من يعلمه ويجهله، او علمه من علمه وجهله من جهله. فاحنا بنقصد الطبيب المتخصص، ولكن حقيقه السر في الحجامه. فعلا فعلا. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، ربنا يجعلك دايما سبب يا رب ومفتاح للخير دايما. ربنا يحفظك. جزاك الله خيرا على الاتصال، وجزاك الله خيرا على حسن الدعاء. شكرا جزيلا لحضرتك. أم البنات، بعد مرحلة طويلة مع الأطباء، بص الكلمة عاملة إزاي؟ بعد مرحلة طويلة من الأطباء اتشخصت آلام في المفاصل وصداع. فقالت نشوف بقى الطب البديل. اللي وجع دماغنا ده بقاله 13 سنة ولا 15 سنة، نشوف أخبارنا إيه مع الطب البديل. زي ما اتفقنا قبل كده التشخيص هيكون واحد، فعلا خشونة في المفاصل، وفعلا هو العامل المشكلة الرئيسية مع السيدة الفاضلة. خدت علاج كتير، مسكنات زي ما نقول علاجا للألم، ولكن تعب لها المعدة جدا زي ما قلنا، وابتدت ان هي تدور على بديل لهذه المسكنات. مش هتقدر تعيش طول عمرها على مسكنات.
بص بقى، دي النقطة اللي أنا بتحدث عنها، إن أنا برسم لحضرتك خطة طبية علاجية تناسب المرض اللي موجود مع حضرتك، تناسب الأعراض اللي إحنا بنشتكي منها طبيا. هو ده اللي مطلوب منك وده المفروض إن إحنا نمشي عليه. 1 2 3 10، ما ينفعش إن أنا أشيل 3 و4، ما ينفعش إن أشيل 5 و6. من 1 إلى 10 لابد أن ينفذ ولابد أن نلتزم بيه علشان نصل إلى النتيجة. أم البنات خاضت من قبل 5 مرات حجامة، فأنا لما بقول لها حجامة فبتقولي أنا عملتها قبل كده 5 مرات، مش مرة ولا 2 ولا 3، 5 مرات. فأنا السؤال طبيعي إن أنا أسأله مع طبيب قالت لي لا، قلت لها تبقي ما عملتهاش. دي نقطة مهمة جدا، يعني يظهر لحضراتكم الفرق ما بين الطب البديل والطب العشوائي. ملوش طب، ما يعني التجربة العشوائية ما ينفعش إن أنا أقول طب عشوائي حتى يعني. 5 مرات وما فيش أي نتيجة خالص. قلت لها الخطة الطبية العلاجية بتاعت حضرتك إن إحنا هنعمل حجامة على مدار 3 شهور، زيارة كل شهر. أول شهر يعني زي ما سمعناها كده مفيش نتيجة. قالت بقى السر في الجلسة الثالثة، يعني أول مرة وتاني مرة، أول شهر وتاني شهر مفيش نتيجة، ولكن السر كان في الجلسة الثالثة. مش السر، ولكنه الطب البديل بمعنى الكلمة، إن أنا برسم خطة طبية. أنا ما بديش لحضرتك مسكن، أنا ما بديش لحضرتك حاجة مؤقتة، أنا بعالج مرض ألم بحضرتك. كانت الحل فعلا في الجلسة الثالثة. يعني حتى بتقول أنا مش عارفة السر في الجلسة الثالثة ولا في دكتور أسامة ولا في الحجامة، لا، هي في الحجامة الطبية، هي في الحجامة الطبية بمعنى الكلمة. قدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى ننهي هذه المرحلة من الألم تماما، تنتهي هذه المعاناة بمعنى الكلمة، رغم ان هي زي ما بقول لحضرتك ممكن تكون خاضت الحجامة مرة واثنين وخمسة زي ما سمعنا منها، ولكن على غير طب، على غير دراسة. دي نقطة مهمة جدا، حذاري من حضرتك ان انت تعتقد ان الطب البديل عبارة عن شوية اعشاب بنديهم لحضرتك وحجامة بنعملها تقدر تعملها عند اي حد. وكثير من الحالات يعني انا بشوفها يقول لي طب ممكن اعمل حجامه عندنا، طب لما انت تقدر تعملها عندك طب ما تعملها جاي لي انا ليه؟ طب ممكن ابن اختي يعمل لي الحجامه وحدث في العياده، طب ما تخلي ابن اختك يعملها، خلاص كملي مع ابن اختك، اصل انا واخد دوره. خلاص يا سيدي خد الدوره بتاعتك بس بعيد عني وعن ذمتي وعن ضميري المهني ما بيني وبين الله عز وجل. انا اللي مسؤول عن هذا العمل، انا اللي مسؤول عن هذه الامانه، انا المسؤول عن هذه المسؤوليه امام الله عز وجل.